ضرب الولاد والبنات بشكل عام دي قصة بقى إيه لا تنتهي. في اللي يقول لك زي ما ضربك اضربه، وفي أهالي بتعلم كده، وفي أهالي بتقول لا لو هو ضربك أو لو هو ضربك تروحي للمدرسة وتشتكيها. طب ماذا لو كانوا أخوات في وسط بعض في البيت؟ وإيه لو بنت وولد أخوات بيضربوا بعض ولا لا؟ طب البنات مع بعض بيضربوا بعض ولا بتبقى حاجات ممكن تبقى أقوى من الضرب؟ تعالوا نسمعهم كده ونفهم ازاي لما بيزعلوا من بعض بيتصرفوا. معايا مشرفني منورني ثلاث بنات امارات، معايا جوليا اسلام، ازيك يا جوليا؟ الحمد لله. معايا كمان سدره محمد، ازيك يا سدره؟ الحمد لله. ومعايا زينه محمد، ازيك يا زينه؟ الحمد لله. انتوا الثلاثه في جريد 6 صح؟ في سته ابتدائي. طب سته ابتدائي ولا اولى اعدادي؟ جريد 6. جريد 6 اللي هي سته ابتدائي اعتقد. طيب اوكي، هنبدا. اصلا ساعات الامريكان بيبقى مزود سنه، فعشان كده انا مش عارفه. طيب هنبدا بجوليا. جوليا انت عندك اخوات؟ لا ما عندكيش اخوات، فما شفتيش بقى فكره ضرب الاخوات في البيت ده، يعني مش موجود عندك. لا بس كنت بروح عند صحابي ساعات وبشوف يعني شويه. يعني مره رحت عند واحده صاحبتي، هي هما ثلاث بنات، فشفت يعني هما بنتين توينز وبنت تانية، فشفت يعني البنتين التوينز دول بيضربوا بعض لما بيتخانقوا. طب وانت بتعملي ايه؟ كنت معاهم مرة وهم بيعملوا؟ هما كانوا يعني 6 years I think، 6 سنين. ف هما لما لقيتهم كده انا يعني خليتهم ما يتخانقوش تاني. عملتي ايه؟ احكي لنا يا جولي. قلت لهم انتوا اخوات وما ينفعش انكم تزعلوا من بعض ولا انكم تضربوا بعض وكده، وهم اتصالحوا. سمعوا الكلام بالبساطة دي؟ اه. ده ايه اللذاذة دي؟ يا ريت كلنا نعرف نعمل كده بالثلاثة دي. لا بس هما سمعوا الكلام، هتلاقيهم قدامك عملوا كده، لكن انتي مشيتي من هنا اديله ضربوا بعض واتخانقوا تاني. هروح للسدرة. سدرة تفتكري ايه اللي بيخلي حد وهو متغاظ يضرب؟ يعني ليه بنضرب؟ ساعات انا سمعت كتير مثلا ممكن حد ياخد لبس اخته اللي اكبر منه كاستفزاز مثلا. يستفز حد، يستفزه فالتاني يضربه. يعني الاستفزاز ممكن يخلي الواحد يبقى عايز يضرب اللي قدامه. طب انت بيحصل لك كده؟ لا عشان مش باخد لبس اختي. عشان ايه؟ مش باخد لبس اختي خالص. مش باخد لبسها، ولا يعني انا مش بتعامل معاها بالعنف، عشان انا هو بغزة لان انا مش برد عليها ولا اي حاجه. اوكي، فانت لما حد بيغلس عليكي او بيغيظك ما بترديش اصلا. طب ولا بتتصرفي تصرف تعرفي في كل مره ما ترديش كده وتمسكي نفسك؟ لا. امال بتعملي ايه لما بتبقي جبتي اخرك بقى خلاص؟ لا ساعات ازعلهم مع ان اخواتي الاكبر مني، وساعات بقول لمامي. ومامتك بتعمل ايه؟ هي اللي بتضرب بقى. زعلهم وتشوف ايه المشكله الاول، بعديها تشوف مين غلطان وتزعلهم وتفهمهم. لكن ما فيش ضرب في البيت عندكم؟ ساعات مثلا انا بزق اختي او هي تزقني بس. ممكن يعني ما يبقاش ضرب، يبقى زق كده في قرص. لا البنات كده تحب تقرص، مفيش قرص ده؟ ساعات اختي مثلا بتقرص عشان نسكت خلاص. فتقرصك عشان تسكتي. طب وبتسكتي ساعتها ولا بتتعصبي اكتر او بتتغاظي اكتر ولا بتعيطي ولا بتعملي ايه؟ بسكت عشان احنا قدام ناس وكده، بس لما ارجع منها بقى بصرف معاها. بتتصرفي بتعملي ايه بقى؟ اعترفي. انا بقى بتفاهم معاها وبقول لها لو عيب اللي انت بتعمليه ده، يعني انا برضه انا اختك الاصغر منك. اوكي، بتكلميها يعني بتأنبلها ضميرها يا سيدنا. والله برافو عليك. طيب نروح لزينه بقى. يا زينه انت عندك اخوات صبيان؟ عندي اخ اكبر مني. اخ اكبر منك، لما بتتخانقوا مع بعض ممكن يضربك؟ لا هو ممكن يزقني او يرخم عليا كده، اما مش يرخم. ازاي يعني؟ يعني يرخم بايده بقى، اللي هو يقعد يعمل لك على وشك كده بايده بقى. لا يرخم، يقول حاجات تضايقني يعني. بالكلام لكن ما بيمدش ايده؟ لا. طب والله كويس. وهو اصلا ما بيمدش ايده ولا مع اصحابه عادي ممكن يتخانق مع اصحابه الصبيان بالايد؟ ممكن مع اصحابه بس، يعني ممكن يتخانق مع اصحابه بس برده مش بعنف قوي يعني.